السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوريكم عمل شقة في الزمالك، شطبناها في خلال 30 يوم بالظبط. استلمناها على المفتاح وسلمناها على المفتاح تحت إدارة أشرف المصري. زي ما انتوا شايفين كده، بتاع سيراميك شغال، مبلط، سباك، بتاع جبسن بورد، نقاش، تكييفات، استرجي، كهربائي، جميع الخدمات الحمد لله متوفرة معانا زي ما انتوا شايفين كده. ويا رب نكون عند حسن ظنكم. انا سايب الرقم التليفون على الشاشة اهو زي ما انتوا شايفين، 012-255-45768 للتواصل معانا. ويا رب نكون عند حسن ظنكم دايما. تابعونا لاخر الفيديو، هتشوفوا الشقة متكاملة متشطبة بفرشها بكل الخدمات اللي فيها. والحمد لله يعني سلمناه للمالك ده الصيف اللي فات. الشقة دي في ابو الفدا في الزمالك، بتبص على النيل. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما كده يا رب. الناس اللي بتقول الشغل اللي على النت ده يعني ناس عوانطة، احنا ادينا بنصور اهو نفسينا واحنا شغالين جميع الخدمات زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى في مصدر ثقة. والناس اللي هي بتخش على النت وخايفة، لا، في اهو شغل اهو يثبت ان احنا قبل كده سابقة اعمال الحمد لله زي ما انتم شايفين كده، هتشوفوها متكاملة. تابعونا لاخر الفيديو، هتشوف الشقه كلها بفرشها مفروشه تحت اداره عم اشرف. طبعا الراجل اللي تعب معانا بصراحه زي ما انتوا شايفين كده، بنقفل وبنشطب اهو. زي ما انتوا شايفين برضو بنفرش العفش. استاذ اشرف زي ما انتوا شايفين كده عمال يدينا ارشادات ان احنا نفرش ازاي، لان الملك يخصه، لان الملك هو اللي مكلفه بالمهمه دي وهو كلفنا احنا. ده باب مصفح زي ما انتوا شايفين اللي هو الدبل. المطبخ زي ما انتوا شايفين لسه ما اتفرشش، حمام لسه ما اتعملش، وبيجهزوا الورق الحائط اهو. ده الحمام بعد ما اتشطب، طبعا انا اللي مشطبه. الناس اللي عاوزة تسأل على يوسف السباك، اسأل جوجل، اسأل جوجل، اكتب على جوجل يوسف السباك، ده الصايب بتاعنا الحمد لله. وقد ايه تشوفوا بقى خبرتنا قد ايه على الناس اللي معلقة علينا في جوجل وكده. خش على اليوتيوب اكتب يوسف السباك، زي هتلاقينا ان شاء الله دايما كده في جديد بإذن الله يا رب. هنا الشقة زي ما انتوا شايفين اتفرشت بالكامل الحمد لله، اتفرشت بالكامل، والعميل كان مبسوط مننا الحمد لله. الشقة دي بتبص على النيل زي ما انتوا شايفين كده، شقة تحفة بصراحة في الزمالك. حمام خاص الحمد لله تم عمله. يا رب نكون عند حسن ظنكم دايما كده. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وتفعل الجرس، وما تنسوش الاشتراك في القناة، يصلك كل جديد معانا ان شاء الله. احنا مجموعة متكاملة تشطيبات، المكتب بتاعنا في الدقي تحت ادارة استاذ ايهاب، استاذ محمد. ويا رب نكون، يا رب دايما كده نكون عند حسن ظنكم دايما يا رب.